حنان 20 ثانيه خمس اسئله ما تغيسي ما تخمي في حتى حاجه ان شاء الله ويلا حصلتي جو باس نجوز نفوت تقولوا نفوت واه ونهود كيما حبيتي اساسيان ما تضيعيش الوقت صح بالربح طوب وين تلقى الكالسيوم في الحليب واش تدي معاك لو كان تروحي سفاري لافريقيا واش ما لازمش تخليه في الطوموبيل في السياره في الصيف حليب واش اللي يقلقك كي تكون تسوق السيركيلاسيون في اي مكان تلقى شرطي في الطريق يعطيك صحة حنان صحيح كمل الوقت يزيدوا لك ساعة هيا واش دير روحك نشوفوا الإجابات وين تلقاي الكالسيوم قلت الحليب الحليب 100 جزائري وجزائرية قالوا الحليب قالوا احنا نحبسوا طوب إجابات طوب إجابة 48% عطاو الحليب بون نقدر نلقاوها في الياورت فوالا عندك سما 10 ملايين لحقتو 200 نقطة ما نساوش واش تدي معاك لو كان تروحي سفاري لافريقيا واش قلتي؟ ما قلت والو قلتي جو باس نجوز نفوت ودوكا كي خممتي واش قلت واش تقولي؟ مازال ما هكذا ما مخلو لك والو هاي واش ما لازمش تخلي في الطوموبيل في السيارة في لافاتور في الكروسة في لوطو في الصيف؟ سطي في الحليب انت يا خالتي الحليب وعيش تخليها حبا بومبا طوميك تخلي الحليب زي ما يروب ماشي يروب ماسك الحليب 10% خمو كيما انت اكيد انت وعشر جزائريين اي واش اللي يقلقك كي تكوني تسوقي سيركيلاسيون سيركيلاسيون الازدحام لا سيركيلاسيون السركاله السركاله طوب اجابه 20 مليون ربحتوا 200 زائد واش ربحتوا ان شاء الله في اي مكان تلقاي شرطي طريق الطريق هالطريق طريق الربح ولا طريق الطريق الطريق اربعه برك تفضلي صح خذي هذا الطريق